مرحبا أيها السيدات والسادة، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا في أولى حلقات برنامج استحقاقات الذي يواكب الحملة الانتخابية للاستحقاقات النيابية والبلدية والجهوية التي ستجري بمشيئة الله تعالى وعونه فاتحة سبتمبر القادم. وتواكب قناة الموريتانية هذه الاستحقاقات عبر نشراتها الإخبارية اليومية وعبر هذا البرنامج كذلك. ويسعدني أيها السادة المشاهدون الأفاضل أن نستضيف ضمن أولى حلقات هذا البرنامج زميلي محمد تقي الله الأدهم، ومدير الأخبار بقناة الموريتانية. مساء الخير زميل محمد تقي الله. وزميلي محمد محمود أبو المعالي وهو كاتب صحفي. مساء الخير أبو المعالي ومرحبا بكما. أتمنى لكم أيها السادة المشاهدون الأفاضل متابعة مفيدة لهذا اللقاء، وأذكركم بأننا في سياق هذا البرنامج بمشيئة الله تعالى وعونه سنربط الاتصال بشبكة مراسلين في الداخل، حيث تتواجد فرق من التلفزة الموريتانية في جميع ولاياتنا الداخلية كما تابعتم ذلك أيها السادة أكيد عبر نشراتنا الإخبارية. وقبل أن نبدأ إياكم نقاش هذا نقاش موضوعنا هذا ضمن هذه الحلقة من البرنامج، أقترح عليكم أيها السادة متابعة طرح تمهيدي لزميلي مبيريك أحمد فال. حركة غير اعتيادية لا تخطئها عين الزائر لمدينة نواكشوط هذه الأيام بعد انطلاق الحملات الدعائية المواكبة للانتخابات البرلمانية والبلدية والمجالس الجهوية، والتي تشهد تنافسا حادا تترجمه نبرة الشعارات والحجم الكبير للافتات المنتشرة على جوانب الطرقات. تنافس زاد من حدته إدماج المجالس الجهوية في السباق نحو صناديق الاقتراع، ولفت انتباه الناخب إلى أهميتها حسب رأي الكثيرين، فهي تلخص حرص الفاعلين السياسيين على خلق جسر بين الإدارة والمواطن حين يحرص هذا الأخير على تحقيق متطلبات العيش الكريم. وتخلق الحملة الدعائية مناخا يسعى كل مرشح من خلاله إلى إبراز رؤيته في معالجة مطالب المواطن الموريتاني ومدى إقناعه للناخب ومحاولة جلبه إلى برنامجه الانتخابي، وهو ما يطرح عدة أسئلة حول المعايير المتبعة من طرف الجهات المعنية للحصول على حملات دعائية تسير وفق تنافس إيجابي يفضي إلى اقتراع نزيه وشفاف. إذن كما تابعتما زميلي محمد تقي الله أبو المعالي هذا الطرح وهذه التساؤلات التي خرج بها زميل مبريك، ماذا من خلال ما تقدم من الحملة حتى الآن، ماذا عن مطالب الناخب في وحسب كذلك ما طلعتم عليه من البرامج، ماذا عن مطالب الناخب في هذه البرامج؟ شكرا. نحن بطبيعة الحال خواطرنا عبارة عن ملاحظات، نعم، قاعات التحرير كما يقال، لأننا نتلقى عناصر إخبارية من جميع أنحاء الوطن، وتنقل إلينا الرؤى السياسية أولا، لكنها في المحصلة النهائية ينبغي أن تعكس اهتمام الناخب بشكل عام. أعتقد أن ثمة ميزات بارزة، نعم، لهذه الاستحقاقات. من بين هذه الميزات الوفرة، نعم، بمعنى أن الطيف السياسي بكافة ألوانه وأشكاله يشارك في هذه الانتخابات. نعم. الملاحظة الثانية أن ثمة أيضا وفرة في عدد الترشحات بشكل غير مسبوق، البعض يتنظر حتى على ذلك غير مسبوق ونقول غير مألوف لأنه عدد كبير. بالنسبة لاهتمامات الناخبين أعتقد أنها في نهاية المطاف هي نفس الاهتمامات، رغبة في الحصول على الجديد، رغبة في تغيير الأوضاع، رغبة في تأكيد ثوابت عامة كأمن واستقرار، نعم، البلد، بالإضافة إلى الاهتمامات الضيقة اليومية لأن بطبيعة الحال بلدية نائية قد يكون لديها انشغال مثلا الماء الشروط، قد يكون لديها انشغال كهرباء، قد يكون كما أشرت لديها انشغال بمستشفى ونقطة صحية معينة. إذا تتنوع الاهتمامات، تأخذ لبوسها في كل مكان، لكن في النهاية ثمة رغبة مشتركة
في الحصول على الأفضل، وثمة أيضا إحساس عام في نظري باهتمام المواطن بما يدور حواليه. البلد في جو استقراره وأمنه، البلد في هدوئه وسكينته، هذا واقع الحمد لله، والكثيرون بل الكل أعتقد يرغبون في أن تتواصل هذه الصورة بشكلها الذي نعيشه، وأن تدعم وأن يحافظ عليها. واضح جدا. طيب بالمجمل ماذا عن مجريات الحملة حتى الآن بالنسبة لكم؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، بداية شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا. الواقع أن الحملة على ضوء الاستعدادات لها وعلى ضوء الحجم الكم الهائل للعدد المترشحين وعلى ضوء أننا أمام خمسة استحقاقات انتخابية كان يتوقع أن تكون أكثر فخما وأن تكون أكثر حيوية وتفاعلا، مع ذلك من المبكر الحكم عليها لأنها لا تزال في بواكرها. إذا المتجول اليوم في العاصمة وكبريات المدن سيلاحظ أن أحزابا معينة ولوائح محدودة هي ذات الانتشار أو ذات الوجود في الشارع، وأن الزيادة من 50 أو الزيادة من نصف الأحزاب المترشحة واللوائح لا تزال شبه غائبة عن الحملة. الأمر يتعلق بتفاوت في الإمكانيات في الاهتمامات وفي حتى مستوى الحضور الجماهيري ومستوى التوغل في الناخبين. لذلك أعتقد أنه من المبكر الحكم على الحملة، لكن المتوقع كان انطلاقة على مستوى من القوة ومستوى من الحيوية والصخب والتداخل لا يزال غائبا إلى حد ما، لكن مع مرور الأيام يتوقع أن تزداد الوتيرة وأن تكون الحملة أكثر صخبا، خصوصا وأن الحملات الانتخابية التي درجنا عليها في بلدنا في غالبها العام حملات ضوضاء وحملات صخب وحملات موسيقى وأغاني ومهرجانات فنية أكثر منها خطابية وأكثر منها حوارية، إذ من النادر أن تجد مثلا مرشحين ينظمون جلسات حوار مع الناخبين لمعرفة اهتماماتهم، إنما تجدهم ينظمون سهرات فنية، ينظمون أماسي إلى غير ذلك. واضح. سأعود لك بعد قليل تقبل هذا، لكن قبل ذلك معنا عبر الخط زميل لبات والمديح من مدينة ألاق عاصمة ولاية البراكنة. مساء الخير لبات. طيب لبات تحية لك وتحية لبقية زملائي معك في الفريق. سأبدأ من حيث انتهى زميلي محمد محمود قبل قليل، كان يتحدث عن أننا تعودنا في الحملات الانتخابية على حملات انتخابية صاخبة، نوع من الماسي الثقافية إن صح التعبير، الماسي الشعرية والفنية وغيرها. هل لاحظتم هذا على مستوى عاصمة الولاية والمقاطعات التي جبتم حتى الآن؟ وماذا عموما عن الأجواء العامة التي اكتنفت انطلاق الحملة على مستوى هذه الولاية؟ مرحبا بك جليل المختار، ومرحبا بضيوفك الكرام. شكرا. وبباقي مشاهدي قناة الموريتانية في عموم ترابي الوطني وخارج البلاد. بالفعل ولاية البراكنة تعيش كباقي ولايات الوطن أجواء الحملة الدعائية الممهدة للاستحقاقات البلدية والنيابية والمجالس الشعوبية. الحملة هنا في ولاية البراكنة في يومها الثاني، لكن الأساليب الدعائية
قد اختلفت شيئا ما بحكم تعدد الوسائل والاساليب التي قد تؤثر شيئا ما على مسار الحملة. نعم. إذا ما قارنا ذلك مع الحملات السابقة، لكن كان من المتوقع ومن المفترض أن يكون لها صخبا ووقعا استثنائيا في ظل الترشحات المتعددة، خصوصا أن في ولاية البراكنة نلاحظ ترشح 139 لائحة بالنسبة لبلديات الولاية البالغة 21 بلدية، وبالنسبة للنيابيات 51 لائحة و11 لائحة بالنسبة للمجالس الجهوية، وهو شيء جديد يميز هذه الانتخابات في ظل استحداث المجالس الجهوية التي تهتم بالتنمية المحلية. إلى اليوم ما زال وقع أو نشاط الحملة الدعائية في مهدي، لكن الأيام المقبلة قد يشتد حبل الحملة الدعائية التي تمهد لاستحقاقات يتطلع المواطن فيها إلى الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تحققت في البلاد، ويتوق إلى مزيد من الإصلاحات التي تهتم بدعم التنمية المحلية. طيب لبات، كنا نتحدث قبل قليل عن عدد اللوائح وعن وفرة، كذلك تحدث عنها كذلك زملاء هنا في الاستديو عن وفرة المرشحين. هذا لا شك كان من المتوقع أن يعطي صخبا، أن يعطي نوعا من الحيوية للحملات الانتخابية. إلى ماذا تعيد، مع أننا تعودنا في الحقيقة على أن هذا الصخب يبدأ من الأسبوع الثاني نزولا إلى الأيام اليومين الأخيرين من الحملة الانتخابية، ماذا عن أجواء الخريف ربما تكون قد أثرت على هذه الحملة، أو ماذا تحديدا، ماذا ما هو تفسيركم لهذا؟ مختار، الواقع أن تعدد وأساليب الدعاية قد ينعكس على 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 المشهد. نعم. بحكم تعدد الوسائل. الحملات السابقة قد تكون بعض الوسائل غير متاحة. نعم. اليوم بفعل الوسائط التواصل الاجتماعي، التواصل الاجتماعي وما توفره خدمات التواصل عن بعد قد ينعكس على الحملة الدعائية، وهو ما لمسناه من خلال السهرات الليلية، فمكبرات الصوت والصور وكل الشعارات التي تلوح بخيارات الحزب وببرنامج الانتخابي تلوح في الأفق، لكن قد يكتفي المواطن بتطلع على هذه البرامج عن 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 بعد، كلها أسباب موضوعية، لكن المنتظر هو أن تشتد حمى المنافسة خلال الأيام المقبلة. شكرا جزيلا لك زميلي لبوات والمديح من مدينة ألاق عاصمة ولاية البراكنة. كان بإمكانكم طرح سؤال ومساعدتي تقي الله. مداخلة ربما تقودنا للحديث عن التغطية الإخبارية على مستوى قناة الموريتانية لهذه الانتخابات. إضافة سريعة فيما يتعلق في بعض المحاور التي أشارها إليها مشكورا للزميل لبات. نعم. وتضمنت أسئلتكم كذلك. نعم. أنا أعتقد أن هناك بعض الخصائص التي ينبغي أن نشير إليها ونضعها في الأذهان. الوسائل التقليدية المتبعة خلال الفترات الماضية في الدعاية، نعم. نعم.
شأن ما تم تجاوز الكثير منها بفعل الإكراه التقني. صحيح. لأنه الوسائط الموجودة الآن موجودة. نعم. شئنا ما بين جزء من حياتنا. نعم. وتستخدم في كافة صلاتنا وعلاقاتنا اليومية. صح. ملاحظة أخرى قد أشار إليها زميل في مداخلته الاستهلالية. نعم. عادة مع انطلاق الحملات. نعم. نلاحظ بعض الركود. ثم يتم تجاوز ذلك الركود قبل الوصول إلى الذروة. نعم. أعتقد كل أو إن لم أقل طبعا كل إلا باستثناءات بسيطة كل رؤساء الأحزاب السياسية موجودون على مستوى العاصمة نواكشوط وقد حضروا الافتتاحات الرسمية لأحزابهم. نعم. في الأيام القليلة المقبلة سيتجهون إلى الداخل. نعم. وصولهم إلى الداخل بطبيعة الحال سيحيي ويعطي حركية. نعم. لهذه الحملات. نعم. بالإضافة إلى ذلك أشرت إلى عامل حاسم أيضا ولاحظناه أثناء التغطية الإخبارية. نعم. ربما تابعتم العناصر. صح. بعض الولايات لم تفتتح فيها الحملات الرسمية نتيجة تساقطات مطرية. نفس اليوم مثلا. نعم. مثلا في النعمة السيول كانت بالمدينة وتابعنا عنصر بهذا الخصوص. إذن الحالة المناخية أثرت في جل الحالات. نعم. على كذلك على مستوى كذلك على مستوى على مستوى جوجك وعلى مستوى لاج وعلى مستوى مدن عديده. نعم. مدن عديده, عديدة. نعم. بالفعل. نعم. اذا اعتقد انه من المتوقع في الايام المقبله ان تحدث حركيه جديده لاج جوجك. نعم. بالاضافه لهذه الجوانب الموضوعيه كلها اعتقد انه من الوارد أن نتساءل هل تغيرت العقليات بشكل عام. نعم. فيما يتعلق بالتعاطي مع جدوائية هذه الحملات الدعائية بمعنى آخر. جيد. نعم. بمعنى آخر. نعم. من ترشح في استحقاقات ماضية واعتمد على الفولكلور بين مزدوجتين اعتمد على السهرات الغنائية. نعم. وبعد فرز نتائج صناديق الاقتراع لاحظ أن الحملات الدعائية شيء لم تعطيك لها والاتصال المباشر بالناخب شيء آخر. شيء آخر. نعم. ألا تعتقدون أن من امتلكوا تجارب بهذا الخصوص أو لديهم معارف راجعوها. نعم. ربما اتجهوا لاتصال مباشر بالناخبين وإلى. نعم. ضبط الحالة المدنية ومعرفة نقاط قوتهم ونقاط ضعفهم. هذا جيد بعد هذا بعد ما يعود خير جيد جدا والله إنه دور عبد الله خالق لأن الناس جربت وطبعا المجتمع شاء أم أباء عقليته لابد تتغير بفعل الممارسات اليومية اللي يعيشها. نعم. وبدون شك السياسيين يدور لا عدو تنبه لهذا. نعم. وربما على هذه الجوانب الدعائية اللي أساسية تقد تعود ما عندها الجدوائية اللي تقد تعدلها وسائط أخرى. نعم. ردا على سؤالك فيما يتعلق بالتغطية نختار نوضح بلغة مبسطة على أنه على مستوى التغطية الإخبارية في التلفزة. نعم. فم 5 دقائق لكل ولاية. نعم. مثلا نواكشوط الشمالية عندها 5 دقائق. نعم. نواكشوط الجنوبي هي 5 دقائق في جميع اللي في ذيك الليلة. لا يوضح. نعم. نشرات الأخبار. نشرات الأخبار. نعم. التغطية الإخبارية. التغطية الإخبارية معناها نشرات الأخبار. طبعا. فيما يتعلق بالحصص المجانية شيء آخر. البرامج شيء آخر. نتكلموا عنه. نعم. نتكلم إذا فيما يتعلق بالتغطية الإخبارية اللي تمر في نشرات الأخبار كل ولاية عندها 5 دقائق. نعم. نعطي مثال. مثلا نواكشوط الشمالية افتتاح الحملة شهدت افتتاح 5 أحزاب سياسية. إذا فريقنا تقريبا جاب هذه الولاية وجبر فيها كل ولاية كل. نعم. ولاية فيها فريقين. نعم طبعا نقول مثلا نقول نواكشوط الشمالية فيها 5 أحزاب ولا 6 أحزاب عمليا كانت 6 أحزاب هي اللي مقراتها كانت فيها أنشطة افتتاحية. نعم. معناها هذه المدة اللي 5 دقائق اللي تقسم بالتساوي بين هذه الأحزاب السياسية كما لاحظنا. صح. تقد يتساءل متسائل تقول لماذا مثلا شفنا في نواكشوط الشمالية الحزب الفلاني حزب ألف عنده 40 ثانية بينما في نواكشوط الغربية شفنا الحزب عنده 15 ثانية لأن نواكشوط الغربية كانت فيها 16 حزب سياسي. أيوة. وذو كانوا لا 5 أي 16 حزب سياسي ده توزع عليك 5 دقائق. نقيس النعمة يعودوا فيها 4 أحزاب ولا 5 أحزاب ولا 6 أحزاب ده يتعدد نفس العملية بشكل واضح. إذن هذا يضيف أعباء جديدة لتحليل هذه الآلية. نعم. أعتقد أنها واضحة وهي اللي اتبعنا والحمد لله ووفقنا فيه نشراتنا الإخبارية البارح غطات عموم التراب الوطني بهذه الطريقة. نعم. والتوزيعة وعدت بهذا
بهذا الشكل. لدينا قبل احد الزملاء وهو زميل الفغا شيباني من مدينه نواذيبو. مساء الخير زميل الفغا. مساء النور الزميل المختار، ومساء الخير ايضا لمدير قطاع الاخبار. كما ذكر هو ايضا هذه الاليه التي خطتها قناه الموريتانيه لاول مره في تاريخ الانتخابات الموريتانيه هي اليه مكنت على الاقل فيما يتعلق بولايه داخله نواذيبو العاصمه الاقتصاديه، العاصمه ايضا التي تحولت منذ 2013 الى منطقه حره. هذا الطابع الاقتصادي وهذا الطابع التنموي اعطى لهذه الولايه العماليه النتائج الانتخابيه اليوم زادت عن 2013 حيث وصلت الى 70203، بينما وصلت اللوائح المترشحه الى ازيد من 100 لائحه. هذه اللوائح تتوزع على ذات مستويات، المستوى الاول هي النيابيات، والمستوى الثاني هي البلديات، والمستوى الثالث هو المجالس الجهويه. الزميل مختار محمد علي، يمكن القول بأن المدينة الاقتصادية التي تحولت اليوم إلى حراك يشبه الجميع، حيث تابعنا عبر قناة الموريتانية هذا الحراك 9 أحزاب ليلة الانطلاقة، البارحة هناك 4 أحزاب والليلة هناك أيضا هذه الحركية وهذا النشاط. هذا النشاط يفسر ويعطي أهمية هذه العملية السياسية، هذه العملية السياسية التي تأخذ أبعادا من عدة نواحي. الناحية الأولى هي أن من سينتخب اليوم سينتخب برلمان قاعدة أو قاعة تشريعية. النقطة الثانية هي المجالس البلدية، والنقطة الثالثة وهي الأساسية في منطقة كمنطقة نواذيبو حيث هناك الصيد وحيث المناجم وحيث أيضا هذا المشروع العملاق الذي هو مشروع القطب الاستثماري المجالس الجهوية. إذا هذه العوامل المجتمعة بالإضافة إلى القوة العاملة والقوة الحية داخل هذه المدينة أعطى للأحزاب السياسية أزيد من 100 لائحة تتنافس، منها فقط على مستوى مدينة نواذيبو ومدينة نواذيبو 30 لائحة للبلد. نعم نعم، بأن أيضا هناك طابع جديد وهو هذه المدينة مدينة الشامي التي تشير الأرقام إلى أنها وصلت في هذه الانتخابات إلى 14681 مناخب. زميل تشفرة تسمعني؟ حيا. وهناك ايضا ما يجذب السياسيين والاحزاب الى هذه. طيب الفغا، بخصوص الفغا شكرا على هذه المعلومات وعلى هذه البيانات الهامه جدا المتعلقه ب بالولايه. ماذا عن الاجواء التي انطلقت في هذه الحمله، وماذا عن مستوى حركيه الحمله حتى الان بالنسبه للولايه، وماذا يميز هذه الولايه حسب مشاهداتك عن الولايات الاخرى؟ هذه الولايه التي هي العاصمه الاقتصاديه في ظل هذا الحراك وهذا هذا الاقبال من قبل الاحزاب السياسيه للترشح في نواذيبو هو ان هناك تنافس محموم. 9 أحزاب اطلقت حملتها في بدايه الحمله، حراك سياسي مشهود، شعارات ومقرات وحركة حتى بما يتعلق بالنقل. نشير إلى أن المدينة أيضا تأخذ طابعا آخر وهو طابع العطلة الصيفية، حيث تستفيد المدينة نظرا لمميزاتها السياحية من إقبال وتزايد الموريتانيين من أجل الاستجمام الداخلي. إذا هناك أيضا بعد ثالث وهو بعد الأعياد، وبعد السلف وبعد الأعياد، حيث أن هناك الموريتانيون الذين يفضلون أن يقضوا الراحة مع الأهل. إذا هذه العوامل المجتمعة إضافة إلى عشق هذه المدينة العمالية الحيوية التي تملك قوة طبيعية لديها الرغبة والإرادة في التغيير والمشاركة، وهو ما ظهر من خلال الحملات ومن خلال أيضا الفاعلين السياسيين. شكرا زميل تشفغة من مدينة نواذيبو العاصمة الاقتصادية للبلاد. طيب توصلنا يضيف نعم. فقط ما يتعلق بأنك تغطية الإخبارية تعدل بهذا الشكل 5 دقائق لكل ولاية بغض النظر عن النشاطات اللي في كل ولاية. طبعا أعطيت أمثلة واضحة جدا، العدد اللي موجود من الأحزاب السياسية في كل ولاية لا هي يوزع لك الدقائق الخمس للي يحيالوا الحصص المجانية
نقدر نأكد أن علاقة التلفزيون بها فقط صلة بث لأنها تعدل على مستوى السلطة العليا لهابا والأحزاب تسلم موادها ومخصصة بالنسبة للقناة الموريتانية مدة 90 دقيقة وتستلمها القناة وتبثها كما هي لا دخل لها في مضمونها نهائيا هذا مسؤوليات لهابا والتلفزة صيرة تبيه صيرة بث فقط. ليس إلا ليس إلا واضح. طيب محمد محمود تحدث بعض الزملاء خصوصا لباتو المديح من ألاك كما علق محمد أقول الله لدهم على ذلك بعد ذلك عن هذه الوسائط الجديدة ما ظهر لك عن إلى أي حد سيتم اعتمادها وإلى أي حد ستحل محل الحملات التقليدية وهل صحيح أن المشاركين في هذه الانتخابات عنهم قد عودوا استفادوا من انتخابات سابقة؟ طيب شكرا. هذه وسائط التواصل الاجتماعي لا يمكن الحديث عن إمكانية اعتمادها وعدمه لأنها فرضت نفسها ولأنها باتت الأكثر انتشارا والأكثر تأثير شئنا والأكثر سرعة كذلك والأكثر سرعة شئنا ما بينه والأكثر حرية والأكثر يعني إلى درجة لا محدود. هذه وسائل التواصل الاجتماعي قابلة لأن توفر الدعاية إيجابا أو سلبا في لحظة وسعة انتشار كبيرة يتداول عليها ما لا يسمح بتداولها على وسائل الإعلام التقليدي مثلا ينشر عليها ما لا يسمح بنشره. إذن هي فرضت نفسها وهي والغريب أنه حتى الآن لم نسمع عن مرشح ولا عن حزب شكل خلية للدعاية مخصصة لوسائل التواصل الاجتماعي وهي أهم من الخلايا الإعلامية التقليدية بشكل كبير وبشكل أكثر لأنه عملها آني ومستمر وبشكل دائم بخلافه وتحديثها كذلك ممكن في أي وقت بين تحديد درجاج مايكل أنا ما قصدت بأنها آني ومستمر هذا أما تعاطي مع وسائل الإعلام التقليدية فهو أولا وفقا لضوابط محددة رسمتها الهبا ورسمها القانون وفي أوقات محددة أما وسائل التواصل الاجتماعي فهي في كل حين ولذلك كان يفترض أن يكون لكل مرشح لجنة إعلامية أو لجنة وسائل التواصل الاجتماعي مخصصة لإعطاء صورة أو لرسم صورة له يخاطب من خلالها الناخبين لأنه رغم أن انتشارها قد لا يكون وصل إلى الأرياف أو إلى غير ذلك لكنها تصل إلى نسبة كبيرة ثلثي المستهدفين تقريبا أو ثلاثة أربعة المستهدفين تصلهم سواء تعلق الأمر بالفيسبوك أو بالواتساب ما تويتر فما يزال محدودا ونخبويا إلى حد كبير في بلادنا لكن هذه الوسائط أكثر أهمية من التلفزيونات ومن الإذاعات ومن المواقع والجرائد إلى غير ذلك. نعم. طيب بخصوص هذه البرامج والتعاطي مع الناخبين والتعاطي مع المستهدفين وكسب ثقتهم إلى غير ذلك إلى أي حد ظهر لك عن المرشحين أو المشاركين في العملية السياسية فهموا وفهموا عن الاتصال بمواطن كما ذكرت قلها قبل قليل عنه ضروري جدا وماذا عن شرح العملية نفسها لأن العملية ليست عملية بسيطة عملية معقدة ونحن يبدو أننا الطريقة التي خضنا بها الحملات الانتخابية سنة 1987 هي ذاتها التي نخوضها بها سنة 2018 آليات تقليدية كما أسلفت تعتمد على الحملات الصاخبة وعلى الأماسي والسهرات بعض الأحزاب السياسية وبعض المجموعات وبعض المرشحين أدخل فنية جديدة منذ فترة ليست قصيرة وهي فنية باب يعني الدعاية عبر باب هذه هذا هو المستخدم في الديمقراطيات العريقة لأنه ما نقوم اليوم به أكثره إزعاج هذه الدعايات والسهرات التي تتم ومكبرات الصوت كان يفترض أن تكون مراقبة حتى حجم الصوت ومكبرات الصوت يجب أن تكون هناك وحدات قياس محددة لأنه في النهاية مزعج ومؤذن للصحة السمعية في بعض الأحيان حتى الشارع أيضا تأخذ منه مساحات كبيرة جدا طبعا إذن نحن
عادة في الحملات الانتخابية في البلدان ذات التقاليد الديمقراطية تمس العملية الدعائية تمس المعنيين بها. نحن هنا تفرض العملية الدعائية بشكل صاخب وبشكل عنيف على المواطن حتى ولو لم يكن معنيا بها أو لم يكن اهتمامه معنيا بها. اليوم مثلا في نواكشوط أغلب أحيان نواكشوط تواجه إزعاج يعني يستحيل النوم فيها قبل انتهاء السهرات، يستحيل حتى التعاطي والحديث فيها بشكل. إذن نحن حملات فوضوية، حملات صاخبة، حملات إزعاج في غالبها العام، والقلة القليلة بتعتمد على مخاطبة الناخب وعلى شرح البرنامج الانتخابي له وعلى توجيه الدعاية له. في النهاية التجربة أثبتت أنه بعض الحملات انتخابات ماضية بعض من كانوا أكثر صخبا في الحملات كانوا أقل نتائج، لأنه لا علاقة بين ولأنه التكييف سطحي وبسيط. المرشح الفلاني والحزب الفلاني حملاته يعني حملات أضواء وحملات صخب وحملات سهرات وفن أن يتحدث بها الناس، لكن لا أحد يتحدث بالضرورة عن برامج الانتخابية. بالضرورة عن ذاك اللي يحضر تحت الخيمة عنه لا يصوت، يقعد جاي يترفه فقط مو مستجر قاعد ما هي طبعا. حتى ولو صوت لا يعني نسبة معتبرة من الناخبين، لأنه يعني خيمة فيها عشرات ومئات. سجير سجير من كان يتغير وجهة نظره اللي عاد كان ذيك الأطر التقليدية اللي معروفة عندنا، وهذا بعد ما هو قطعان في حد سهرة فيه سلك من الهول. هذا شيء غير من قناعة واحد كان سينتخب لهذا الآن. يعني هي فعلا جزء من العملية الدعائية وجزء من البروباغاندا وجزء من يعني ما يسمى الأمبيانس، ولكن هو عطاغي جدا. أصبح هو كل شيء في العملية الدعائية، أصبح هو كل شيء. أنا كنت أضيف شوي للأستاذ مختار ما يتعلق بالملاحظات القيم اللي قال الأستاذ. اللي قالوا الإعلام الجديد كيف قلنا عنده صيغة وصيفة الإكراه، يعني ما نمشي شيء كان يستخدمه والله ما نستخدمه، وهو يلج مجتمعنا بسرعة. فما زالت نقاط قليلة محتمية، رياف نائية، بليدات ما فات قبال حتى عادات اتصال غير النمو ووصول لها بشكل مذهل، صح. لأنك تجبر في منطقة نائية الآن رعاة يستخدموه بشكل. معناه أنه الإعلام الجديد لابد يفكر في آلية عقلانية، آلية واعية استخدام. كيف نشوفه في تجارب الشعوب الأخرى؟ لأن احنا استخداماتنا الآن لابد من العلماء اللي يستخدموه عندهم، خصوصا بالنسبة للحملات الدعائية لابد من عندهم نوع من الوعي بأهميته ولعب ضرورته كيفية استخدامه، حتى خلق ضوابط له. خلق ضوابط له. لأنه صعيبة بعد، لأنه هو عنده غير ضوابط مهنية استراتيجية مرشح ألف عنده إدارة حملته خلية مكلفة بهذا الإعلام متابعت هذا طبعا عنده أهداف لا يتوصل غير الوسائل اللي توصل بها شن هي وهذا يقودني لبعض الجوانب اللي أشار الأستاذ. قبل ذلك هناك بعض الأخت وزميلة منتو من تبوة من مدينة كيهيدي عاصمة ولاية غرغل. مساء الخير زميلة منى. مساء الخير منتو. نعم أرحب. أهلا بك منى. ماذا عن أجواء التي انطلقت فيها الحملة، وماذا عن اليوم الثاني من هذه الحملة على مستوى هذه الولاية، وماذا ميزها حسب ما تابعتي في الأخبار مقارنة مع وجودك في هذه المدينة؟ مرحبا أهلا أهلا بك أهلا بك الحملة بالنسبة مدينة ولاية غرغل وخصوصا مدينة كيهيدي التي نواكب فيها الحملة هذه الأيام. الحملة فيها قصور بدأت في ليلتها الأولى قوية شئما ما. نظرا ل نعم تفضل منتو سامعينك جيدا. كما ذكرت قلت أننا نواصل الحملة على مستوى المقاطعة فقط لم نتوجه بعد المقاطعات الأخرى.
هذه كيهي الحملة بدأت قوية في ليلة الأولى. نعم. وهم ما شهدت تلك الليلة من أمطار على مستوى المدينة. نعم. وتابع أن يشكو عمد المصورين لأنهم استطاعوا بشعبيتهم أن يغطوا تلك الأحزاب التي نظمت أو أطلقت حملتها من المقاطعة. نعم. لكن الليلة البارحة لم تشهد المدينة نشاطات تنخفض. نعم. كان هناك نشاط حزبين فقط. نعم. والليلة في نشاط حزب واحد. نعم. على كل يبدو أن بداية الحملة ما زال فيها قصور. نعم. كبير وذلك يشعر بعض المرافقين هذا القصور إلى الأيام اللي صرت لنا عيد الأضحى المبارك. نعم. طيب منتو على الأقل من ما لاحظتي من هذه النشاطات الحزبية الدعائية، هل هناك شيء يميزها عن النشاطات في على مستوى الولايات الأخرى؟ أم أنها في العموم الغالب هي نفس تقريبا الطرق والأساليب؟ لا، لم ألاحظ نشاطات تميز هذه الحملة عن غيرها. نعم. هو كثرة الدوائر والمتركزين بها فقط. السمة العامة هي سمة الانتخابات التي عهدناها في المناسبات الماضية في الانتخابات. نعم. شكرا جزيلا منتو متيبة وبقية الزملاء في ولاية غورغول. نعم تقول الله. كنت فقط لانشر الملاحظة الشارة للأستاذ. نعم. فيما يتعلق بضرورة مراجعة والله التفكير في خلق آليات تتجاوز اللي مألوف كان عندنا. نعم. وأنا بعد ذلك بالنسبة لي في مجموعة عوائق. نعم. موضوعية فيها النخبة بشكل عام. نخبنا السياسية ترى شنو هو مدى حضورها. نعم. وقوتها في خلق فكر من هذا القبيل. نعم. معناها الخروج عن ذيك الآليات التقليدية. تقليدية. نعم. الخروج عن الانتماء الجهوي. نعم. الخروج عن الانتماء القبلي. رفع الخطاب السياسي إلى مستوى مناظرات. نعم. كنت ذلك تسوله عن البرامج. عن البرامج. نعم. برامج. وين وضعت عندنا برامج؟ أحزاب سياسية. النخب ما يسول عنها. وجيب الحالات. طبعا ما نعمة تعود متشابهة وقليل من اللي يخرصها. نعم. لأنها لا هل هي حتى السؤال مطروح عليا حتى متوفرة بالكم المطلوب هي قاعدة وفرتها. نعم. مسول عنهم اللي يخرصها. نعم. معناها أن النخب السياسية ينفسها يا الله تقود هذا الحراك في اتجاه الافضل. نعم. حتى مسؤوليتنا كاعلاميين اننا خلقوا جو نخبه. نعم. قاد تخلق جو مناظرات فكريه. نعم. قاد البرامج السياسيه الحصيله اللي عند حزب الف والله باء تنطرح. نعم. على بساط البحث نقال احنا هذا اللي نعدله والله فتنا عدلنا والله طموحنا كذا. نعم. المجتمع ميكانيزماته التقليديه. نعم. هو الاقوى. هو المتحكم. نعم. ليه تدير رئيس حزب سياسي بعض الحالات في بليده تقول انه معدل محاضره من اللي يجي. نعم. الواقي شي قلال. صح. غاري لدرته في زخم موسيقي تقليدي. كل من مر واللي ما واللي قاع ما كان واخذ من فم علم به يتجبر جمهور حاشد. نعم. غير سؤالك اللي كان مطروح وارد. نعم. من درا قاع كان الجمهور عنده صله بالعمليه نفسه من درا كان المترشح نفسه ولا صاحب الخطاب السياسي كان اللي اجبر النتيجه يوم الاقتراع. نعم. معناها الفكره اللي اخترت ان نبين اعلن نخبنا السياسيه نخبنا بشكل عام ضعيفه في هذا المنحى. صح. وفهم ضروره محاوله تجاوز المرحله. نعم. محمد أحمد كيف يمكن تجاوز هذه المرحلة وما هي ملاحظاتكم بخصوص البرامج وعدم حتى توفرها بالنسبة لي في الغالب العام بالنسبة للمواطن العادي هو كما سلف عدم اهتمامه به حتى أيضا إيه كما سلف. نعم. الأستاذ هو المرشحين عادة والأحزاب لا تهتم بها. نعم. لأنها تدرك أنه لا أحد يهتم بها لأنه لو وزعت أي مثلا حزب وزع برنامجه ومرشح وزع برنامجه
في نهاية الحملة لو سألت أحد داعميه وحتى طاقم حملته لن تجد من يعرف جزئية من هذا البرنامج. وهذا مرده أنه درجنا كما أسلفت على أن الآليات التي خضنا بها حملة 87 في آلياتها التي نخوض بها اليوم، ولأنه نتعاطى مع مرشحين أشخاص لا مع مرشحين كبرامج. في غالب العام نتعاطى مع جهات، نتعاطى مع أطراف، نتعاطى مع أحلاف سياسية آنية جهوية قبلية. في غالب العام ليست أحلافا سياسية بالمفهوم السياسي الفكري، وإنما بالمفهوم التحالفي القبلي أو الجهوي أو أحيانا الفئوي أو المناطقي. إذن هذا هو الأولوية المطروحة. النخبة هي المشهود منها أن تغير وأن تعمل على التغيير. لا، النخبة والمرشحين والأحزاب أسارا لخطاب الجمهور وأسارا لما تم تطبيعه لدى الجمهور منذ انتخابات الثمانينيات. إذن وبالتالي نحن ندور في ذات الحلقة المفرغة، والعملية الانتخابية تتحكم فيها ميكانيزمات أخرى وتتحكم فيها عوامل أخرى ودوائر أخرى لا علاقة لها البت بظاهر الحملة وبصخبها وبضجيجها على الإطلاق. صحيح أن الناخب فيما ورائياته يتطلع إلى برامج جادة، يتطلع إلى إنجازات ملموسة وإلى معرفة، لكن تعود أن لا تكون لهذه المطالب علاقة بالحملة وأن لا يعني تقدم في الحملة على الإطلاق. وحتى الذين قدموا تعهدات في نهاية يعني مأموريتهم لا يسألون ولا يحاسبون، وتجدهم يمارسون الدعاية بتعبيرات التعهدات التي سبقها وأن تعهدوا بها من قبل. لا أحد يحاسبهم، وقل قليلا نزل يسير من يتذكر أن هذا التعهد كان على ألسنتهم أيام ترشحهم في مأمورية التي سبقت ذلك. إذن نحن نخوض دوامة ما تزال نخبتنا السياسية عاجزة عن أن تقدم تنفك من طوقها، وحتى النخبة الإعلامية أيضا لم تساهم هي الأخرى في الخروج من الطوق، لأنه الدعاية الإعلامية التي كانت تمارس ما تزال هي نفسها وبشكل فج وبشكل سخيف. يعني أنا أعتقد أنه حين تتابع الحصص الإعلامية المجانية التي تبث في التلفزيون لا تقدم ما هو مقنع للمشاهد، لا تقدم ما يفيد، هي عملية استغلال وقت ليس إلا ليس فيها في الغالب العامي إلا قليل، إلا من رحم ربي، المطلقية لا توجد في شيء، هناك حالة استثناء، لكن الكره الكاذرة والأغلبية السائقة تقدم خطابا تقليديا لا يقدم ولا يؤخر ولا يجلب ناخبا ولا يزيد صوتا على صوته. شكرا جزيلا. طيب سنتابع فيما لا يسادة مشاهدون الفاضل عنصرا آخر يتعلق بالمجالس الجوية. المجالس الجهوية هو انعكاساتها على التنمية المحلية، ذاك هو العنوان المهيمن هذه الأيام على المشهد السياسي في ظل الدعاية الانتخابية التي ستتوج باقتراع الفاتح من سبتمبر. هذه المجالس الجهوية التي تمت إضافتها إلى النظام الانتخابي بعد نسبة النجاح المرتفعة التي تميز بها استفتاء 5 أغسطس والذي جاء بإصلاحات دستورية من ضمنها حل مجلس الشيوخ واستبداله بمجالس جهوية، وذلك لتمكين الساكنة المحلية من اختيار أولوياتهم التنموية. هذه المجالس إذن يجمع المهتمون بالشأن الاقتصادي على أنها ستكون بمثابة الأقطاب التنموية التي تكلف بإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التنموية في الولايات والجهات الموكلة إليها. وإذ يجمع المهتمون بالشأن السياسي والاقتصادي على اعتماد تجربة المجالس الجهوية كمقاربة تنموية واقتصادية في سبيل تكريس اللامركزية الإدارية، فإن أسئلة كثيرة لا تزال مطروحة حول طبيعة وطريقة عمل هذه المجالس إذا ما تم انتخابها، وحول انعكاساتها التنموية والاقتصادية على المستويين القريب والبعيد.
ما الجديد الذي ستقدمه هذه المجالس في سبيل دفع عجلة التنمية للأمام خاصة في التجمعات المحلية؟ وهل يتوقع أن ترى لها نتائج عملية في أي وقت قريب؟ شكرا لزميلي السيد احمد ولسيدنا. وقبل ان نحاول الرد على تساؤلاته ينضم الينا زميل محمد محمود الباها من مدينه شجاع عاصمه ولايه تكانت. مساء الخير محمد محمود. مساء الخير. مساء الخير محمد محمود. مساء النور زميل مختار. اهلا بك محمد محمود. كنا نتابع قبل قليل عنصرين يتعلقوا بالمجالس الجهويه. لا شك خلال تواجدك في هذه الولايه وخلال زيارتك لبعض المواقع ومواقع الحملات الدعائيه التقيت بالمواطنين واثناء تحضيرك من الاكيد للعناصر التي تابعناها في نشراتنا الاخباريه التقيت ببعض المواطنين. هل يدرك المواطن في هذه الولايه ان كنت قد اطلعت على ذلك اهميه هذه المجالس الجهويه؟ حسب المعلومات التي تلقيتها ممن تحدثت معهم في هذا المجال، نعم، في ما يمكن تسميته بنقص فيما يخص المعلومات المتعلقة بهذه الهيئة، نعم، وحسب رأيي أن السبب، نعم، وأن المترشحين أنفسهم، نعم، لا يولون أكبر اهتمام لهذا الجانب، نعم، لأن الحملة الدعائية كما عهدناها منذ البداية، نعم، لا تركز على نوع من الأمور، نعم، إنما كما أشار الزملاء، نعم، تركز على النشاطات المعهودة، نعم، بلوكلور، نعم، أماسي، نعم، خطابية أساسا، نعم، وغنائية، نعم، لذا يبقى المواطن تنقصه الكثير من المعلومات عن مجالات متعددة منها ما تحدث عنه. نعم محمد محمود، عن ماذا عن سير الحملة على مستوى هذه الولاية حتى الآن؟ ما هي ملاحظاتك بهذا الخصوص؟ الحملة حتى الآن وإن كانت لا تزال في مهدها، نعم، يمكن القول أنها ما تزال تشهد بعض الركود خلال اليومين، نعم، المنصرمين، إذا استثنينا انطلاقتها، نعم، لم نشهد أنشطة يمكن أن تسمى أنشطة كما عهدناها، أنشطة حماسية، أنشطة ذات تناسب مع الحدث هذه السنة الذي يتميز عن غيره في السنوات الماضية بالوفرة مشاركة طيف سياسي كبير، نعم، يعني يمكن القول أنها انتخابات سابقة لم تشهد البلاد مدينة لها حتى الآن. نعم شكرا جزيلا للزميل محمد محمود الباها من تشجع. طيب سمعتم إلى هذه التساؤلات التي طرحها قبل قليل السيد أحمد سيدنا عن أهمية هذه المجالس وعن دورها في تنمية المحلية. تفضلوا. أنا أعتقد أنه بالنسبة للمجالس، نعم، مكانتها والدور المرتقب منها واضح، نعم، فهي في الغاية، نعم، والمنشود محاولة لتقريب المنتخب من ناخبه، نعم، بمعنى أن هذه المجالس سيكون لها القول الفصل، نعم، في السياسات التنموية وفي المشاريع التنموية، نعم، بكل محلية بكل جهة، نعم، وعلي فأعتقد هذا التقريب خطوة مهمة جدا، نعم، وبالإضافة إلى ذلك أعتقد أنها تشكل محك قريب يمكن المواطن أن يحاسب من خلاله من انتخبه ومن اختاره، نعم، وطبعا هي تأتي بعد الاستغناء عن غرفة الشيوخ، نعم، التي
نظر إليها على أنها ترف وكلفة ليس لها ما يبررها. وبالتالي أعتقد أنه هذا المنحة أنه إذا فهمه الناخب فهمه المواطن البسيط فأعتقد أن هذه المجالس قد يكون دورها مهم وأساسي. قبل ذلك كنت أود أن أشير إلى في سياق حديثنا عن الإكراهات المطروحة على النخبة بشكل عام. كما تعلمون الفعل السياسي في جل حالاته ينهج أو ينحو منحى البرغماتية بين قوسين. السياسي يبحث عن الناخبين بأي ثمن طبعا بطرق شرعية أو المفروض يسعى إلى 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 الترشيح من له قوة أو نفوذ، من تضمن أنه سيقود اللائحة إلى الانتصار عندما تكون في سباق تختار طبعا الجواد الأفضل. لكن لماذا لا تفكر الأحزاب السياسية؟ لماذا لا تفكر النخب السياسية في 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 بناء ثقافة التضحية؟ أنا أختار مثقف حينا، أختار شخص واعي قد لا تكون له القوة التقليدية بين قوسين القبلية، وأسعى به مرة قد يفشل لكنه سينجح مرة لاحقة. بمعنى لماذا لا نفكر في كسر تابو القبيلة؟ لأنه لو بقينا في هذا المربع فلن نستطيع الخروج من هشاشة الانتماء السياسي، من هشاشة الثقافة السياسية. زيد اليوم في الحزب الفلاني غير إلى ما رشح فلان خو والله قريب والله من قبيلته ما تلفهم هذا حزب آخر. معناه أن ثقافة الانتماء السياسي غايبة عندنا. واضح. إلا طبعا باستثناءات محدودة ما نبقى نعمم. غير بعد هذه الثقافة يبغي التفكير في تغيير. طيب بالنسبة للمجالس الجهوية قبل نأخذ زميل مختار بابا من مدينة سيدي بلد، بالنسبة للمجالس الجهوية ودورها، وذكر زميل بها قبل قليل ضاف صوته لأصواتكم في البرنامج، ذكر عن المواطن حسب اللقاءات هو عن ممطل على حوت المواطن اللي هو الناخب في الحقيقة والمستهدف من هذه المجالس الجهوية. لكن نكمل شوي الفكرة الأخيرة في مجال الإكراه. قال إنه حد قدود كان في حزبنا ما يرشح قريب ويمشانه، وقع يعود واحد كان في حزبنا ما يرشح يمشيه شو من راسه بقى أي شاهدنا أكثر من مرة، لأنه لا ولاء للحزب ولا علاقة، لم يرشح الحزب يغادر هو يذهب إلى حزب آخر. في إطار دائما الإكراهات، وهم أتحدث عن إكراه مهم يواجهه الإعلام خصوصا أنتم، وأنا أسميه مأساة الإعلام. هذه الوفرة اللي تحدثنا عنها في ترشيحات أوجدت عشرات الترشيحات غير الجادة، في نفس الوقت الإعلام ملزم بالتعاطي معها على نفس الوتيرة، وهذا في الحقيقة عذاب وممل. هذا البعض يسميه نوع من قلة العدل، حتى هو ليس عادلا. في شوهر العدل، في شوهر العدل هو قد يكون شكل العدل عادلا، ولكن لكنه في الجوهر وفلسفة العدالة غايب، لأنه هو حتى أحيانا يعني متاعب مهنية، يؤدي متاعب مهنية. أنت ملزم بأن توفر مساحة لتغطية لحزب مرشح ليس له نشاط وليس له حراك، مقابل مرشحين آخرين لهم حراك ملأوا الدنيا وشغلوا الناس. هذا نوع من فرض يعني التساوي الشكلي. أنا أعتقد أنه على القائمين على المؤسسات ضبط الإعلام خصوصا الأباء إعادة التفكير فيه بطريقة ما، لا أعرف كيف، لكن ينبغي أن نتجاوز هذه الشكلانية المفرطة يعني المناهضة لروح أصلا العدل. لأنه في الإعلام العادي، في الحالة العادية، الإعلام يغطي الأحداث بحجمها وبحجم الفاعلين فيها، لكن في الحملات تفرض شكلانية لا معنى لها. أحيانا تكون ثمت بعض حتى في تغطية الإخبار اليومي، ثمت بعض الأنشطة التي وبعض الأحداث التي لا تغطى إعلاميا. اللي شاركم إعاش يوميا، أنت دست الرواية. عندك حزب سياسي لا يتعاملوا، حزب ألف لا يتعاملوا معاملة الحزب باء، معناها بالمساواة. الحزب باء عنده 4 رواقيش وقوف على زر الشارع، ما هو في مقر، ولا هي لعاد الخلطة عندهم 50 ثانية لحزب كبير وعد المهرجان حاش، لا هي الخلطة الأخرين يجبروا نفس الشيء، لما يجبروه مظلومين
وما يجدوا عندهم شيء خاص جدوا اليوم ما عدلوا قاعد نساء كثيرا ما تحدث يوميا هذا يعني الزملاء بالمناسبه في الداخل تعيش جميع هذا لكن تحدث عن الزملاء انه هذه الجوانب الله تعود هذه الاستحقاقات فرصه لمراجعه اعاده النظر هي قال الشكلانيه الصنميه نعم صنميه لا ما مختار بابا من مدينه سيدي بابي مساء الخير مختار مساء الخير مختار جل الزملاء الذين او كل الزملاء ان صح التعبير الذين اتصلوا هذا المساء تحدثوا عن عدم حراك كبير جدا على مستوى الحمله اليومين الماضيين نتيجه لمجموعه من الاسباب ماذا عن الحمله على مستوى هذه الولايه؟ شكرا جزيلا تحية طيبة زميل مختار ومحبك وحيي ضيوف الفاضل في استديو قناة موريتانيا أحييكم من مدينة سيدي بابي عاصمة ولاية دماغة التي تشهد على غرار باقي مقاطعات الولايات البلاد أجواء حملة انتخابية للمنافسة على النيابيات والبلديات والمجالس الجهوية حملة كما تعلمون هي الأولى من نوعها شكلا ومضمونا بخصوص الأجواء العامة للحملة هنا نحن الآن ما زلنا في بداية هذه الحملة طبيعة الحال عموما ثمة فتور نسبي يختلف من مقر بحزب لآخر الشارع العام تلاحظ ببطء أو بهدوء أنه ثمة حراك سياسي فعلا تلاحظ أن ثمة حراك سياسي نعم تفضل 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 مختار بسرعة نعم. فقط لأن الوقت البرنامج يشرف على نهايته قلت لك أن الحملة على العموم ما ما زالت هنا مصابة بشيء من إن صح التعبير من الهدوء ليست حملة بمستوى الذي كان يطلعه الجميع ربما لأنها التزامت هذه الأيام مع عطلة العيد ومع تحضيرات العيد ثانيا نحن هنا على مستوى دماغ المنطقة الحمد لله شهدت تهابرات مطرية لا بأس بها وربما نزوح أو توافد سكان هنا إلى الريف وخروجهم إلى المدينة أعطى ذلك انعكس سلبا على حركية السكان هنا على مستوى المدينة وعلى العموم ثمة أنشطة مختلفة كل حزب حسب مستواه وحسب تحضيراته يقوم بالتحسيس والتعبئة ما بين مهرجانات مسائية ولقاءات وأماسي في الليل ثمة سيارات تجوب الشوارع بمكبرات الصوت تدعو إلى هذا المرشح أو لا وعلى العموم نتوقع أنه في الأيام المقبلة تحديدا بعد العيد ستشهد هذه الحملة انتعاشا لا بأس به ونتوقع أيضا أن تشهد أن تنعكس حراك السياسي على السوق اقتصاديا بحيث يتوافد الذين خرجوا من المدينة في فرصة العيد سيعودون يتوقعوا أن يشهد المدينة بشكل عام شكرا جزيلا مختار بابا للأسف الشديد انتهى وقت البرنامج لدي دقيقة واحدة ستكون مناصفة كذلك بين زميلين تقي الله ومحمد محمود تفضل تفضل لا تفضلوا تفضلوا بكل فقط أنا أعتقد أن أهم الأفكار اللي نختار نختم بها نرجع نقول على مستوى قناة الموريتانية نعم ضمن تغطية محددة خمس دقائق مخصصة لكل ولاية انطلاق الحملات لجميع الأحزاب وغطات ما فهم حزب ما تم التغطية انطلاق حملته جميع الولايات حضرت من خلال نشرات الأخبار ونجدد على المؤسسة خصت فريقين لكل ولاية ملاحظة أخيرة بشأن الفتور اللي أشاروا للزملاء ظاهر أنه مألوف لأن بداية الحملات دائما يعود فيها هذا الفتور وأنه يخلق تصاعد مع توجه
كبار سياسيين للداخل. نعم. بالإضافة العوامل الموضوعية أشرنا لبعضها كيف الأمطار اللي ساقطوا بعض الولايات، وأيضا عوامل أخرى موضوعية. نعم. الإعلام الجديد والوسائط اللي اللي دخلت. نعم. هذه الإضافة فقط ما تقدمه على النخبة سواء السياسية والإعلامية امتياز فرصة هذه الحملة لتطوير آليات وصناعة تقاليد جديدة في الحملات الانتخابية وفي العمليات الدعائية تكسر هذا الطوق التقليدي الذي لم يعد يتماشى مع العصر ونيل حقيقة إزعاجه أكثر من إمتاعه صح التعبير. أعتقد أنه آن الأوان للتفكير في آليات دعاية أكثر هدوء وأكثر إقناع وأكثر قدرة على الوصول إلى قناعة الناخب بدلا من إطرابه أو إزعاجه. شكرا جزيلا أيها السادة المشاهدون الفاضل، في نهاية هذه الحلقة من البرنامج أعود مجددا بشكر باسم طيبية زميلي محمد تقي الله مدير الأخبار بقناة الموريتانية، وزميلي محمد محمود أبو المعالي وهو كاتب صحفي. أشكركم على حسن المتابعة والانتباه، لألقاكم لكم تحياتي وتحية الطاقم الذي رافقني هذا المساء، تحية خاصة من زميلي محمود الشيخ محمد الذي تولى تنسيق هذه الحلقة، ودحول الشيخ الذي تولى إخراجها. لألقاكم لكم جميعا طيب المنى، دمتم في رعاية الله ومنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية كذلك من زملائي في الداخل.